فكرة اليوم من كتاب لليوم فقط بتاريخ 1 أكتوبر ليس مجرد دافعاً للنمو. ونتعلم أن الألم قد يكون عاملاً محفزاً في التعافي. النص الأساسي صفحة 25. عندما نتألم نتساءل، من منا يحتاج للألم؟ فإننا لا نجد فائدة منه، فتبدو المعاناة وكأنها تجربة بلا هدف. ولو تحدث إلينا شخص ما عن النمو الروحاني ونحن متألمين، فعلى الأرجح نبدي اشمئزازنا ونبتعد عنه، ظنا منا بأنه لم يسبق لنا أن واجهنا إنسانا عديم الإحساس لهذه الدرجة. فماذا لو لم يشعر البشر بالألم الجسدي أو العاطفي؟ هل سيبدو العالم مثاليا؟ ليس صحيحا. فلو لم نكن قادرين على الشعور بالألم الجسدي، لما عرفنا متى نطرف بأعيننا لنطرد الأجسام الغريبة عنها، ولما عرفنا متى يجب علينا التوقف عن ممارسة التمارين، ولا متى نتقلب أثناء النوم. ببساطة سنأذي أنفسنا لافتقادنا جهاز الإنذار الطبيعي في أجسادنا، وينطبق هذا تماما على الألم العاطفي. فكيف لنا أن نعرف أن حياتنا أصبحت غير قابلة للإدارة لو لم نكن نتألم؟ تماما مثل الألم الجسدي، يجعلنا الألم العاطفي نعلم متى نتوقف عن فعل الأشياء التي تؤلمنا. ولكن الألم ليس فقط دافعا للنمو، فعندما نكون سعداء يمنحنا الألم العاطفي فرصة المقارنة، فلن نقدر السعادة إذا لم نتعرف على الألم. لليوم فقط، سأتقبل الألم كجزء ضروري من الحياة، وسأعلم أنه بنفس القدر الذي قد أشعر فيه بالألم يمكنني الشعور بالسعادة. شكراً.